كي دايرين؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو يكون خطير من بام اللي كانت بابو، وخليكم معايا حتى تشوفوا الاثمنه ديال التخفيضات. الصراحه شنو نقول لكم، سي دوني. يلا حبايبي خليكم معايا. المهم حبايبي هنايا غادي نضربوا هاد الدويره، غادي نحاول انني ناخذ لكم كاع الحوايج اللي هي فيها التخفيضات. صراحة أثمنة غزالة، وهما معروفين كي عندهم بون كاليتي وكيديروا التخفيض يعني حتى ل 70-80%. قلت نشارك معكم هادشي تشوفوا الجديد، والناس اللي في فرنسا كنصحكم بابو، راه عندهم صراحة حويجات الدويرات غزالين ورخا، كل شيء طالع على رخا. اي واحد كيبغي حويجات رخاصين وكيبغي التغيير، اللي بغى التغيير يجي لهنايا البابو اللي هي رجعت بهم. الصراحة عندهم بياسات زويونين، هانتوما كتشوفوا أي حاجة كتبغيوها لداركم، الناس اللي مبلية بالتغيير وهذا، راه غتجيو لهنا غديو بياسات غزالين ورخا. كنأكد عليها بحال ديما لا غلا على مسكين، هانتوما كتشوفوا وشي حاجة زويونة وموديرن. والمهم كملوا الفيديو حتى الاخر حبايبي، ما تنساونيش من البارطاج وما تنساونيش من اللايكات، جزاكم الله خيرا فضلا وليس امرا. وشكرا على الناس اللي كتزاد جديده، اللي خطيكم عليا ولا قصرت في حق شي واحد المسامح كريم. ورانا شويه عيانه، والله يشفي ام سيدنا محمد. وكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، اللي خطيكم عليا جو فو زومباس كاملين. مع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. Oh,
Thank you.